السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي الدين والحياة في كل مكان. حلقتنا اليوم عنوانها كرم النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق بغير حساب. حينما ننظر إلى مفهوم العطاء في الإسلام يتبادر إلى الأذهان وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة في السخاء والعطاء، فكان يعطي دائما لكل محتاج ولكل فقير، وأجمل ما في عطائه صلى الله عليه وسلم هو العطاء بدون الخوف من الفقر. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء، وكما ذم أيضا الشح والبخل. يشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وأهلا وسهلا بالموضوع اللي هيطيرنا في السحاب مع كرم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول في البداية عن كرم النبي، وكيف أوصانا به في العطاء وفي الضيق ووقت الحاجة، حتى وإن كنا نخاف العوز والفقر؟ الحمد لله رب العالمين، كريم يحب كل الكرماء، وأشهد أن لا إله إلا الله أوصى بأن المال ماله والإنفاق واجب على من أخذه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من جملة صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه يثق فيما عند الله أكثر مما في جيبه. هكذا عود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان يعطي كالريح المرسلة. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جوادا، وكان أكثر ما يكون جودا في شهر رمضان. وبعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل. إن النبي صلى الله عليه وسلم عود أصحابه كيف يجودون، رغم أنهم كانوا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ولا يقول أحد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا يعيش عيشة الفقراء. ولنضرب مثلا لكرم النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق ومعه 8 دراهم ليشتري بها أغراضه وحاجياته، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سائلا وقال: يا رسول الله، أريد قميصا، فأعطاه النبي 2 درهم. وبعد مدة، بعد أن مشى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سائل آخر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد قميصا يا رسول الله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 2 درهم. إذن انتصف المبلغ مع رسول الله من 8 إلى 4. أي واحد كان يقول أنا هخلي كفاية كده، وأنا هخلي 4 الباقيين عشان أشتري بيهم حاجاتي وأرجع بيهم للبيت وأهل البيت. إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ماشي وجد أمة تبكي، واحدة ست قاعدة في جنب الطريق وعمالة تبكي بكاء شديدا، الناس السوق كله ملموم عليها. فقال لهم: ما لك يا أمة الله؟ قالت: أرسلتني سيدتي لأشتري حاجيات من السوق، فسقط مني ما أعطوني إياه، الفلوس اللي ادوهالي وقعت مني. لكم تحتاجين؟ قالت: 4 دراهم. من غير تفكير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج إيده وراح مديها 4 دراهم، ثم مشى يتفقد حال الرعية، ودخل السوق وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم دس يده في صوبة قمح فوجد فيها بللا، فقال للبائع: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، الدنيا مطرت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلته فوق ليراه الناس؟ من غش أمتي فليس مني. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه كي يعود إلى بيته، فوجد المرأة ما زالت تبكي بنفس القوة،
فقال لها: يا أمة الله، ألم تأخذي حاجياتك؟ قالت: بلى. اشتريت اللي هم قالوا لك عليه؟ قالت له: أيوة اشتريت اللي هم قالوا لي عليه. لا طب ما روحتيش ليه؟ قالت: يا رسول الله، إني تأخرت عنهم، ولو عدت إليهم وحدي ضربوني وأوسعوني ضربا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعيني اتبعيني، امشي ورايا امشي ورايا. ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما خلهاش تمشي قدامه، رغم ان هي عارفة العنوان وهي اللي عارفة المكان وهي اللي عارفة الشوارع وهي اللي هتلف يمين وشمال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا أمة الله، سيري خلفي لعل الهواء لا يعبث بثيابك، فأرى منك ما حرم الله علي، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اسمح لنا فضلتك نشوف أول تقرير معنا للمساهمات والمساعدات للكرم والجود والعطاء صلى الله عليه وسلم. نشوف مع سعادتك. تفضل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أيها المحسنون، في هذا المنزل نسميه منزل، لا بد أن تنظر لهذه السيدة العجوز بقلبك، قبل عينك، وارحمها بقلبك قبل عينك، وتصدقوا هنا قبل فوات الأوان. تعيش في بيت لا سقف له، هنا في هذا المكان الجو قاتل، البرد قارص، هنا أطفال صغار، وهي سيدة عجوز لا تستطيع ولا تتحمل. أنا عايزة بس شوية سقف، عايزة شوية سقف يبارك لي فيكم وفي صحتكم وجسدكم، عايزة شوية سقف عشان النطرة بتشر علي، وأنا عايزة شوية سقف يبارك لي فيكم وفي حسناتكم ويكفيكم شر طريقكم وشر المرأة. كل أمانيها كل أمنيتها إن هي تعمل، بتقول شوية سقف، هنا في قطين، في قطين عاوزين نعملهم للست دي على دخول شتاء. ما تنساش السقف بتاع الرئيسة الغلبانة المقطوعة اللي ملهاش حد، اللي ملهاش حد يحن عليا، يبارك لي فيكم. وما تنساش السقف يا حاج إبراهيم، يا شيخ إبراهيم ما تنساش السقف، لا انت ولا اللي معاك كله. ان شاء الله هنرجع لك تاني ان شاء الله. دلوقتي الناس بيقولوا احنا عاوزين البيت بتاع الحاجة رئيسة عشان نعمله. يبارك لي فيكم ويكفيكم شر المرأة. أهدتكم مصحف الست رئيسة فضيلة. الست رئيسة من بني سويف. وإحنا ماشيين في القرية، الناس قالوا لنا إحنا مش عاوزين حاجة منكم، روحوا الأول عند الحاجة رئيسة، لأن الحاجة رئيسة ملهاش راعي يرعاها، ملهاش ولد، ملهاش كذا، سقف البيت ده في بني سويف. فلما روحنا هناك وقالوا لنا روحوا البيت، فما لقناش حقيقة بيت، لقينا جدران ولقينا شجر محطوط على السقف، لا يقي من حر ولا يمنع مطر، يعني حاجة كده صعبة جدا، وهي مش قادرة تعمل حاجة خالص. ابنها مات، كنت لسه أسألك عنه، ابنها مات اللي هي جايبة مصاحف عشان توزعها صدقة جارية على روحه، اللي ادتني منهم مصحف. هنا ذكرتني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم البخل والبخلاء، فقال: والبخيل بعيد عن الله. حتى لو في عوز، حتى يعني لو في عوز، يعني في أوقات يمكن البعض يشعر بها دلوقتي، أوقات العوز وأنه ضيق الحال والماديات إلى آخره، لكن لا تبتعد عن
الكرم والعطاء. ده انا بقول لحضرتك وقت وانت محتاج. ده انا بقول لحضرتك الحاجه رئيسه احنا رايحين عشان نعمل لها سقف ونجيب لها سرير ونجيب لها ثلاجه وبوتاجاز ونعمل لها حاجات تعيش فيها. هي اللي فاجاتنا بكرمها، هي اللي عامله صدقه جاريه. ده انا عاوز واحد من الناس المشاهدين دلوقتي وواحده من امهاتنا ومن بناتنا ومن اخواتنا تقول الحاجه رئيسه دي كلها. اللي عايز يساعد الحاجه رئيسه يعمل ايه؟ على طول يتصل علينا وهي عاوزه سقف فيها، السقف بتاعها كله يتعامل ب 10,000 جنيه، عاوزه وصله ميه، عاوزه وصله الميه ب 3,000 جنيه، عاوزين نجيب لها بوتاجاز ان شاء الله بوتاجاز من اللي هو الصغير بتاع زمان ده، ونجيب لها حاجه تحفظ بيها حتى نحفظ وشها من العوز ومن الحاجه. حاجه رئيسه كل طلباتها يكفيها 50,000 جنيه ونعمل لها البيت بتاعها زي الجنه وتقعد فيه عشان انت تبقى كريم. هي كانت كريمه وهي تبغي الغنى وتخشى الفقر، وانفقت وعملت صدقه جاريه رغم انها في حاجه الى صدقه جاريه. حاجه رئيسه في القريه دي مشينا فيها لقينا فيها عاوزه 150 سقف. انتوا بتمشوا في بني سويف وبتسالوا الناس ولا بتدوروا بشكل؟ احنا بنروح للحاجه الملحه. يعني مثلا ممكن ولادنا هناك يرشحوا لنا 250 سقف. نروح هناك نشيل 100 من ال 250 ونستبق 150، دول لازم يتعملوا، هم دول اللي احنا بنكتب اساميهم وهو ده اللي احنا بنشتغل عليهم. لماذا؟ عشان حضرتك المشاهد الكريم يعرف ان هو لما هيتصل على مؤسسة فاعل خير وهناخد الفلوس بتاعته هنوديها فعلا للمحتاج اللي هو ما يقدرش يروح هناك وما يقدرش يوصل للحالات دي. احنا بقى بناخد فلوسه، بناخد صدقته، بناخد كرمه، وبنروح نوديه للمستحق حتى تأخذه دعوة من الغيب من المحتاج. لان حضرتك المتصدق هو المحتاج للدعوة، المتصدق هو المحتاج ان يفك الله كربه، المتصدق محتاج ان يغفر الله ذنبه، المتصدق محتاج ان يشفي الله مرضه. صحيح. المتصدق محتاج ان يكون كريما ويكتب الله كرمه ويدخل الجنه، وسارعوا الى مغفره من ربكم. صحيح. وجنه عرضها السماوات والارض. المتصدق بتيسير الامور وفرج الفرج ده الكلام ده في الدنيا بالضبط. طب يوم القيامه ده يوم القيامه هيلاقي حاجات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفيه أنه سيستظل تحت ظل عرش الرحمن. يكفيه أنه سيستظل تحت ظل صدقته. يكفيه أنه سيعبر بصدقته حتى تكون سفينة نجاة له على الصراط. يكفيه أنه سيشرب كما سقى الناس الماء، الجزاء من جنس العمل. صحيح. سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن الحاجة رئيسة وانتوا بتمشوا في بني سويف ولقيتوا الحالة دي وجمعتوا حوالي 150 سقف محتاج 150 ان يتعمل دلوقتي. يكلفوا كام في 150؟ 150 سقف حضرتك، والسهم يبقى قد ايه؟ وهل ممكن لازم يعني الناس تروح لبيت معين، بمعنى انه ولا ممكن مبلغ معين؟ يعني ممكن مبلغ مع مبلغ مع مبلغ يعملوا حاجة واحدة. احنا عندنا عاملين حضرتك السقف، السهم فيه ب 5,000 جنيه. حضرتك تقول لي ال 5,000 جنيه هيعملوا ايه؟ احنا هنجيب بيهم عروق وهنجيب بيهم لوح وهنجيب بيهم شوية اسمنت ومشمع ونحطهم عشان ننظف السقف، عشان ما ينزلش تراب على الست اللي قاعدة تحت، عشان ما ينزلش حشرات ولا تعابين ولا فيران على الأكل بتاع الست اللي قاعدة تحت، عشان نأمنها في حياتها بنعمل لها أوضة وصالة. بس ممكن واحد دلوقتي على الحاجة رئيسة ويقول أنا عاوز أعمل لها بيتها كله. هي عندها أوضتين وصالة ومطبخ وحمام. الحمام استغفر الله معاذ الله أعزك الله، حمام جدار كده متر، يعني يدوبك لا يستر من هو بداخله. نعمل لها نعللها الحمام، يعني كل حاجتها لو 50,000 جنيه نعمل للحاجة رئيسة وتشكر للناس وتشكر لله. طيب نشوف تقرير تاني وجولة ليكو مرة أخرى ونتعرف على حالات عشان خاطر الجود والكرم ما تنسوش حتى لو كنت في عوز أو محتاج من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نشوف التقرير بعد إذنك. البيت الذي نحن فيه هو بيت الله، هو بيت العزيز، العزيز الذي لا يغلب ولا يزل.
والله أيها الأحباب، من غير اللائق أن يكون هذا هو حال بيت الله. بيت الله هذا في هذا التجمع الكبير المأهول بالسكان، الناس عملوا اللي يقدروا عليه، عملوا الأعمدة وعملوا السقف، ولكن المسجد يحتاج إلى كل شيء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بقالنا أكثر من سنتين بنيناه بالجهود الذاتية، وهو مازال يعني محتاج تشييد، محتاج شبابيك انجارة، محتاج أرضية بلاط، محتاج بئر مية. فنأمل من أهل الخير أن يكملوا لنا هذا المسجد، هذا البناء في هذا المكان المأهول بالسكان، أيضا بئر المياه ودورة المياه الكاملة. مكان بلا مياه هو مكان بلا حياة. حضرتك لو عملت بير للمسجد زي ما شايف حضرتك، التجمع كبير والمسجد كبير، بس المسجد بيصلوا فيه على الحصى، وشفنا مع سيدنا الشيخ والأولاد بيقرأوا القرآن، حاجة تفرح. فإيه رأيك بقى لو فرحتهم وقعدتهم على مكان نظيف فيه سيراميك وفيه سجاد؟ وإيه رأي حضرتك لو غفقت لهم المسجد؟ وإيه رأي حضرتك في الأحسن، وحضرتك في الأحسن والأحسن، إنك أنت توصل لهم بير مية يشرب منه أهل التجمع، يشرب منه الكبير والصغير والأطفال. مسجد الله سبحانه وتعالى، مسجد الله سبحانه وتعالى كده، الناس بتصلي ازاي على الحجارة دي؟ الناس بتصلي ازاي على الحجارة دي؟ لهم الله، لهم الله. هذا المكان مفترض فيه القبلة التي يتجه إليها الإمام، هذا المكان مفترض أن يكون فيه المنبر الذي يرتقي الإمام ويقول للناس يا أيها الناس اتقوا الله. هذا المسجد يئنوا، هذا المسجد يناديكم، من يرفع يده إلى الله الآن ويقول أنا من يتكفل بهذا المسجد؟ الرضا الحقيقي من ربنا عليك بسبب الصدقة، بسبب إنك أنت ما تنساش بيت ربنا. مين اللي هيمد إيده في إيد المؤسسة؟ فضلتك، المكان ده كان مطروح. نعم، دي محافظة مطروح. محافظة مطروح، محافظة. وطلعتوا يوميها من بني سويف لمطروح، ولا ده كان احنا مفرقين شغلنا. بنخلص الفيوم وبنخلص بني سويف وبنخلص المنيا، ثم عند الاحتياج او عند طلبات اولادنا في مطروح واهلنا في مطروح، بنخصص طبعا يومين عشان نخلص كل الاحتياجات، وبنروح نلاقي حاجات هناك الله اكبر، حاجات ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا ويساعدكم. وهو هناك عشرات المساجد اللي الناس بيعملوها عشان بس يدوبك تحويطه كده عشان يخشوا فيها ويصلوا فيها، لكن هي لا تعد مسجدا لانه يدوبك حوائط. طب احنا محتاجين لما بنروح هناك اي بالضبط، ده محتاج ايه؟ مسجد محتاجين للمسجد اللي احنا صورناه ده اللي هو كان قدام حضرتك ده، محتاجين هناك ده غفاء، يعني محارة، محتاجين سيراميك، محتاجين سباكة، محتاجين كهرباء، محتاجين تشطيب، محتاجين منبر، محتاجين كل حاجة، محتاجين فرش، محتاجين كل حاجة في المسجد، محتاجين كل حاجة. ولذلك لأن المبلغ هيبقى كبير شوية، عملنا السهم في المسجد ب10,000 جنيه. لو حد النهاردة عاوز يقول أنا محتاج إن أنا أعمل حاجة في المسجد، بيبعت لنا 10,000 جنيه، وبنحط 10 على 5 على 10 على 10، وبعدين ناخد البند كاملا. واحد تاني ربنا كرمه يقول أنا الفرش كله عليا، مرحبا، احنا جاهزين نشيله على راسنا ونوديه لبيت الله سبحانه وتعالى. فعل خير تتميز بالمساجد والأبار أكتر حاجة. احنا يعني الشيخ أحمد ودان شفته كان بيتكلم على البير المية، صح؟
نعم. عندنا مؤسسة فعل الخير بتهتم جدا بحفر الآبار الارتوازية وآبار التجميع. عندنا وصلات المية بنعمل الأسقف، مهم جدا بنعمل الأسقف، كمان بنعمل دفا اللي هي البطاطين في خصوصا في مرحلة الشتاء اللي احنا فيه، بنشتغل على المساجد، بنشتغل على البنات اليتيمات، بنشتغل على الديون اللي هي بتاعت الناس المدينين اللي هم الغارمين، بنشتغل على تجهيز البنات، مشروعات لا حصر لها، بنشتغل على زراعة النخيل. كل مكان هيبقى محتاج خير احنا ان شاء الله هنكون موجودين فيه بإذن الله تعالى. وأهمهم المياه، يعني أهمهم المية. لماذا أهمهم المية؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال الماء. وكمان أنا عاوز أخد بإيد ابننا أو والدنا أو أمنا اللي بتشوفنا، عاوز أخد إيدها لأحسن حاجة وصى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لما باخد الصدقة بتاعة المتبرع وبروح أحطها في مية، أنا هنا بقول له اسمح كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. وفي ناس دخلت الجنة في شربة ماء. الجنة قصة يعني مشهورة جدا. الجنة الحمد لله مضمونة ومشهورة، وبإذن الله تعالى للمخلصين للمنفقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. معاك هتنفق، ما معاكش برضو انفق. عارف بقولك انت ما معاكش تنفق ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعدك انفق انفق عليك. انفق انفق، قال الله تعالى: عبدي انفق انفق عليك. هتديني 10 جنيه هديك 1000 جنيه، يلا خلي مسابقة ما شاء الله. طب استاذنك نشوف اخر تقرير معانا في الحلقة للعطاء والكرم والجود. احنا واحنا جايين النهاردة المزرعة كنا فرحانين فرح الله أكبر. احنا لما جينا هنا الأول كانت أرض كلها عالي وكلها واطي، النهاردة ما شاء الله رب العالمين كل جورة فيها بنتها، فيها النخلة، فيها أمنا، فيها خالتنا، ديت بعد كده هتجيب ذهب، هتجيب خير، هتجيب صدقات لا مثيل لها. النهاردة يوم الفرحة الحقيقية لما مشروع صك النخيل يظهر على أرض الواقع، أصبح فرحة حقيقية. المتصدق المتبرع الذي أنفق أفضل ما لديه، لأن الإنفاق دليل على صلة الإنسان بربه، بل دليل على الإيمان الحقيقي، دليل على الإيمان بالله واليوم الآخر وأن هناك حساب. لك أيها المتصدقة العظيمة، لك أيها الأخ الفاضل، صدقتك بدأت تظهر على الأرض، وبإذن الله رب العالمين سنأتي هنا في عام قادم وسيكون هذه المزرعة كلها خضراء. النهاردة الفرحة الحقيقية لمؤسسة فاعل خير، والفرحة الحقيقية للمتصدق، والفرحة الحقيقية لكل إنسان ساهم في مؤسسة فاعل خير، إن هذا المشروع يبقى أصبح حقيقة موجودة. إحنا بإذن الله نرجو من السادة المتبرعين ونرجو من السادة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إن إحنا نواصل هذا العمل، لأننا لن نتراجع. إحنا بدأنا في المرحلة الثانية من مشروع صك النخيل. النهاردة أنت المفروض ما تنساش نفسك. صك النخيل الصدقة الجارية هي التي ستستظل بظلها يوم القيامة. وما فيش أحسن من أنك تتصدق بنخلة ربنا تبارك وتعالى تكون موجودة معك ليوم الدين. ليوم الدين؟ ليوم الدين، لأن في 7 فسائل هيطلعوا من النخلة اللي حضرتك تبرعت بيها، هيقعدوا معاك ليوم الدين ينفعوا المسلمين. ممكن تعمل بيهم وصلة مية،
ممكن تعمل بيهم بير مية، ممكن تتجوز بيهم يتيمة، ممكن تعمل بيهم عملية، كل ده ب5000 جنيه تتبرع بيهم في نخلة، ربنا تبارك وتعالى يبارك لك في مالك وفي أولادك في حياتك وبعد مماتك. فضلت الشيخ، المكان ده فين؟ دي مزرعة مؤسسة فاعل خير الخيرية المرحلة الأولى في وادي النطرون. الحقيقة أنا لما بتكلم على النخلة دي، النبي عليه الصلاة والسلام بيحب النخيل قوي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مزرعة من الـ من الـ من النخيل تصدق بها عبد الرحمن بن عوف على فقراء المسلمين. إنما شمعنا النخلة؟ هي احنا بنقول بنعملها، ما ليه ما بنعملش زيتون؟ لا احنا بنعمل برضو زيتون. طب ليه ما بنعملش برتقان؟ لان البرتقانة شجرة واحدة وبتنتهي موضوعها، بتنتج مرة واحدة، في تنوع في تنوع في النخلة. بقى ايه الحكاية؟ احنا بنجيب النخيل البرحي الاصلي اللي هو الخليجي، اللي النخلة الواحدة منه ب5000 جنيه، وبتجيب 7 فسايل يعني بتخلف 7 ولاد، السبعه في 5 ب35، يبقى حضرتك المتصدق بيتبرع ب5000 جنيه، وربنا بيديله 35000، بيديله ربنا 35000. طيب المتبرع بينفق 5000 جنيه، النخله دي بعد 3 سنين بالظبط بتنتج 300 كيلو، الكيلو من 25 ل35 جنيه، كيلو الواحد 300 في 35، شوف المبلغ قد ايه. بس كده لا، ده ال 300 دول 300 كيلو بيبقوا 600 كيلو على مدار عمر النخلة اللي هو بيبلغ 75 سنة. يعني كل سنة النخلة بتجيب 5000 جنيه انتاج ب 5000 جنيه. كل ده غير كمان ان انتوا كمان بتشغلوا ناس، ده غير يعني ولادها لا غير، وبتشغلوا ناس بتشتغل كمان على النخل، ده غير طبعاً الناس الموجودين طبعاً الاهالي طبعاً. يعني فايده ورزق وكمان كل اللي يعني وخير للموجودين ومن من المؤسسه. تمام، كل اللي بينتج من النخله بيروح على ذمه صاحبها. ولذلك احنا بنقول له انت عاوز ريع النخله ينفق في ايه؟ لو قال في نخيل تاني اشتري له نخيل تاني، لو قال في المية بروح اعمل له سهم كبير، بروح اعمل له وصلة مية، بروح اعمل له سهم في محطة تحلية. كمان عندنا محطات تحلية، محطة التحلية ب150000 جنيه فيها 15 مساهم ب 15 سهم في 10000 جنيه. يبقى احنا احتياجات يعني انتوا النخيل مع وصلات المية. نعم. والتحلية والتحليه والوصلات اللي بتعملوها والابار. يبقى حضرتك احنا محتاجين دلوقتي على وجه السرعه 20 بير في بني سويف، 20 بير في مطروح، عاوزين نكمل العشر مساجد اللي هم موجودين في مطروح، عاوزين 150 سقف اللي هم في بني سويف، عندنا كمان محطه تحليه عاوزين نكملها، وان شاء الله مع بعض هنكون فاعلين للخير وبنوصل خيركم للمستحقين. أنا عايز أختم مع مرة مع فضلتك بدعاء جميل نقوله، طالما حلقتنا عن كرم النبي والجود والعطاء، ندعي في هذا الأمر أنه من يعطي سيعطى خير جزاء. أنا بس كمان بقول لهم كمان مع الدعاء بقول له يسر ييسر الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، تصدق قبل فوات الأوان، اعمل لنفسك دلوقتي صدقة جارية وانت موجود، لعل ولادك ينسوك وما يعملوا لك شي صدقة جارية بعد ما تموت. اعمل لنفسك، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال أنت تصدق وأنت شحيح صحيح، تبغي الغنى وتخشى الفقر. اعمل لنفسك الصدقة الجارية يمكن عيالك ينسوك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت منك نباتا طيبا. آمين يا رب. ويتذكرونك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يسر أمورنا وأموركم، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، آمين يا رب العالمين. آمين. بشكر فضيلة الشيخ إبراهيم دسوقي من علماء الأزهر، شكرا جزيلا يا فندم، منورتنا. كل مشاهدي الدين والحياة نلتقي بكم على خير دائما في حلقة جديدة وفي موضوع آخر، نترككم في حفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.